لو حصل مثلا هارت فيلير، الهارت فيلير واحده من الحاجات اللي بتحصل فيه. لو احنا بنتكلم مثلا عن رايت هارت فيلير، بتكلم على ان بيحصل ساعات سويلنج اوف لادز، يعني رجلين بتورم شويه. دي بتحصل ليه بقى؟ بتحصل ان احنا نتيجه ان انا عندي في الكيرف بتاعي هنا، لو هي رايت هارت يبقى معنى كده ان الرايت هارت ده مش بيبمب الجزء اللي هو بتاع الفينس فلو ده بشكل افيشنت، فبيحصل ان هو بياكيوميليت في الجزء بتاع الفينس سايد، بياكيوميليت بلاد جواه، ما بيبقاش لسه الضخ، ما بيبقاش لسه بامبت في الايه، في السايكل بتاعت اللي هو الكاردياك سايكل، علشان يكمل بعد كده يروح يحصل له اكسجينيشن في اللنجز، وبعد كده يرجع تاني للليفت سايد، ويبتدي بعد كده يبقى يروح الاورت عشان يروح الجسم كله. فبنلاقي نتيجه لكده ان الجزء بتاع الفينس سايد هنا، اللي هو الفينس سايد من البريشرز، هلاقيه بقى اعلى شويه، ينتج نتيجه كده ان البريشر، التوتال بريشر بتاعي بيبقى اعلى شويه في الفينس سايد. ليه؟ لان انا عندي طالما في اكيوميليشن في الرايت سايد، يبقى معنى كده لما اجي اضخ الدم في الفينس سايد، اوكي، هلاقي مقاومه في القلب، عشان يعني نتيجه لوجود الدم التاني ده جوه. فمعنى كده ان التوتال بريشر بتاعي في الفينس سايد ده كله هيعلى، اوكي. لو ده عالي بالشكل ده كده، ونفس نفس الاوزموتيك بريشر هو واحد ما اتغيرش، هلاقي معنى كده ان البي دي اي بتاعي هيبتدي يبقى اعلى، يبتدي يبقى هو في الاول خالص اللي هو الارتيريال بريشر هو ثابت زي ما هو، بس الفينس سايد بتاعه هيبقى اعلى. لو جينا رسمنا الكلام ده بقى على الكيرف بتاعنا هنا ده كده، هلاقي ان انا عندي النقطه الاولانيه دي ثابته زي ما هي، بس الكيرف بتاعي بقى هنا اعلى نتيجه لكده. فمعنى كده بقى المثلث اللي فيه اوتورد فلو هنا بقى اكبر من المثلث اللي فيه انورد فلو، فيحصل لي نتيجه لكده ايه؟ اوتورد نت اوتورد اكيوميليشن من الفلويد، فيحصل نتيجه لكده تورم في الايه، تورم في التيشوز، نتيجه للايه، للامبالانس اللي حصل لي هنا ده. طيب لو حصل لي في الناحيه الثانيه بقى ليفت هارت فيلير بيحصل العكس بقى، ممكن نتيجه لكده يحصل لي ان انا عندي البريشر برضو اللي هو بتاع يعني البريشر اللي هو جاي لي من هنا دوت، اللي هو الارتيريال سايد ده، ممكن يبقى اقل شويه، اوكي. وده برضو ممكن يعمل لي نفس المشكله، ممكن يعمل لي مشكله مشابهه للي كانت بتحصل برضو في الايه، في الحاله الاولانيه. ففي الاخر الحالتين دول ممكن نتكلم عليهم ان هو في عندي رايزنج فينس بريشر، اوكي. فلو عندي رايزنج فينس بريشر عموما، هلاقي نتيجه لكده ان زي ما بقول كده المثلث ده والمثلث ده مش هيبقوا بالانسد، هيبقى فيه هنا فرق في الاثنين دول، فنتيجه يحصل نتيجه كده اديمه في الايه، في الاكسترا سيلولار سبيسز، او تظهر لنا بقى ان في عندنا بعض الاورجنز يحصل فيها تورم.